التفاصيل، إذن مشاهدينا طبعا سنواصل نقاشنا المتعلق بشعبة الدواجن وإنتاج أمهات الدجاج والاستثمار في هذه الشعبة. السيد العلب خلفة قدم بعض من إذن الحلول فيما يتعلق بتطوير هذه الشعبة ولتفادي مواصلة أو تواصل ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء في الأسواق. إذن يلتحق بنا كذلك وعلى المباشر السيد مراد رحماني صاحب مؤسسة لإنتاج كتاكيت الدجاج. سيدي الفاضل مساء الخير وأهلا بك. إذن كنا نتحدث عن شعبة الدواجن، نتحدث عن إنتاج البيض وما إلى غير ذلك. سؤالي لك بداية، ما رأيك في واقع شعبة تربية الدواجن وكذلك إنتاج البيض؟ سيد رحماني هل أنت في الاستماع؟ تفضلي، أدوين تسألين باستماع. نعم ممتاز، أهلا بك ورحب بك من جديد. إذن سؤالي كان حول شعبة الدواجن، تربية الدواجن وكذلك إنتاج البيض، كيف تراها؟ شعبة الدواجن هي في الحال احنا نعرفها كشركة كوك حضنة مختصة في أمهات الدواجن في إنتاج الكتاكيت، تعمل على تزويد السوق الوطني بالكتاكيت، وعندنا مشاريع جديدة هي لاباطوار باه نحقق الدجاج اللحم للسوق الوطني. هي كما تعرفوا الأسعار شوية مرتفعة، كانت بسبب عندها أسباب، هي الأعلاف في البورصة العالمية طالعت هذه السنة بارتفاعات جنونية 3 أضعاف. ناهيك عن كاين واحد المشاكل هي نفوق بعض الدواجن، كاين أمراض جات عابرة، أمراض سبت ثاني في نقص في الدجاج. إن شاء الله في المستقبل تكون إن شاء الله نتجاوزوا هذه الظروف ونحققوا أحسن إنتاج بأسعار مناسبة إن شاء الله. طيب يعني لو نتحدث عن الشركة والمؤسسة الخاصة بإنتاج كتاكيت الدجاج، لو تحدثنا عن تجربتكم في هذا المجال، يعني حسب ما تفضلت به وتفضل به كذلك السيد العلا الخبير في الشأن الاقتصادي، على أنه هناك العديد من المشاكل التي تعاني منها هذه الشعبة، والدليل هو ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء في السوق الجزائرية. ما فهمت السؤال عنك مليح. ماذا عن تجربة مؤسستكم في هذا المجال، إنتاج البيض وإنتاج كتاكيت الدجاج؟ احنا التجربة اللي احنا فيها في المشاريع هذه تاع الدجاج منذ 20 سنة، احنا في تقدم كنا حاضرين على الأمهات، بعد مشينا للمرحلة الثانية هي تربية الدجاج، بعد مشينا للمرحلة الثالثة يعني هي بعد نشكر من هذا المنبر سيادة الرئيس على القرار تاع رفع العراقيل مع السيد الوالي، رفعونا العراقيل عن بعض المشاريع منها هي المفرخة والأباطوار بنحقوا اكتفاء ان شاء الله في البلاد. لما لا عندنا الحمد لله، معنا هي المشاكل ساعات تعبر عنا مشاكل هي تاع الفيروسات، كما العام اللي فات العام السنه الفائته جات مرض هي الانفلونزا الطيور، خذا شويه على الامهات سبب نقص في الكتكوت، هذا السبب بعد تدخل الدوله وفرت التلقيح الحمد لله بدينا دوك نلقحوا على الامهات ما فيش هذا المشكل. راح نداركوا بانما ندارك هذا النقص لازمنا وقت شويه دوك، يعني بالقريب العاجل تدخل عدد الامهات اللي دخلوا مع التلقيح يدخلوا في الانتاج وراح يكون وفره ان شاء الله ونتجاوزوا هذا الغلاء وهذا المشكله اللي رانا فيه. يعني انتم اليوم كمستثمرين محليين تسعون لتطوير هذه الشعبه، هل اليوم بالفعل يمكن ل الاستثمار المحلي والمستثمر المحلي تغطية الطلب ومع خفض الأسعار؟ لا إن شاء الله احنا راح يكون توفير الطلب، وهذا ثاني كاين مشروع جديد بدينا فيه هي كم سياسة الماشيين فيها وفي البرنامج كبرنامج اللي طرحه الرئيس أول في البداية
هو نفتحوا نقاط بيع في جميع الولايات إن شاء الله من المنتج المستهلك، بهذا نحققوا أسعار جيدة للمستهلك وبجودة عالية، وتكون فيها يعني من دجاج من ديك من بيض، راح نحاولوا نقربوا المسافة قريبة من المنتج المستهلك إن شاء الله بأسعار تنافسية وأسعار جد طيبة للمستهلك إن شاء الله. كما نعلم على أن أمهات الدجاج هي يعني هذه النقطة مهمة وأساسية في تطوير شعبة الدواجن، لكن تحدثت قبل قليل عن بعض من العراقيل والمشاكل التي تقف أمام تطوير هذه الشعبة، لكن ماذا بالنسبة للحلول؟ الحلول هي لازم هي متابعة، هي الأول تكون متابعة جيدة من مصالح البيطارية. الفيروسات هذه اللي تدخل على الجديدة تسبب في نفوق وفيات في الطيور، هي من الأفضل تكون كاينة متابعة أحسن أكثر وأكثر أكثر اجتهاد بيكتشفوا هذه الأمراض وهذه الفيروسات في أقرب الأجال، به نداركوا كل مرة نداركوا المشكل، ما نخليوش نفوق كبير في الدجاج، الفلاح يتسبب له في خسارة والمستهلك يتسبب له في غلاء اللحم. هذه هي الأسباب كل واحدة اللي لازم نركزوا عنها إن شاء الله مع المصالح الفلاحية والمصالح البيطارية اللي متخصصة في هذا المجال، في كفاية يكتشفوا الفيروسات قبل فوات الأوان وفي السرعة القصوى، لازم ما نخليوش هذه الظهور هذه نبقاو شهر وشهرين والدجاج ينفق ويتسبب في وفاة كبيرة. الفلاح كما حكيت لك هو بهذه الأسباب يخسر يتباع الأسعار غالية، وأن الفلاح يتسبب له الدجاج في نفوق كبير يتسبب له خسارة، المواطن المستهلك يكون له الثمن مرتفع يتسبب له الأسعار مش مناسبة. لازم نحارب ظاهرة الفيروسات هذه على قد ما نقدر إن شاء الله. كذلك نقطة أخرى ألا وهي غياب الأرقام الصحيحة. اليوم المصالح المعنية لا تملك بالفعل أرقام صحيحة عن العديد من الشعب، نتكلم على شعبة تربية الدواجن بما أنه هذا موضوع نقاشنا، كيف تؤثر أو يؤثر غياب الأرقام الصحيحة على تطوير هذه الشعبة؟ الأرقام الصحيحة هي في الجزائر شوية صعبة، فيها نوع بندخلوا في التنظيم أحسن وجيد، لازم الفلاحين الكل يدخلوا في التنظيم بوثائقهم يكونوا يدخلوا في الرقمنة باش تكون عندنا إحصائيات جد جد صحيحة. هي كاينة شوية مازال بعض الفلاحين بدون وثائق مش مسويين وضعياتهم، بان الحقول الرقمنة الصحيحة لازم الفلاحين الكل يدخلوا في التنظيم وفي الإجراءات الصحيحة باش تكون عندنا كل أمور محسومة ومعروفة قبل الوقت. قبل الختام أترك لك الكلمة الأخيرة سيد مراد الرحماني. نشكركم على هذا الاستقبال سيد إذاعة النهار، نشكر قلت لك من هذا المنبر المسؤولين والسيد الرئيس على رفع العراقيل للقانون الخاص رفع العراقيل اللي داروا سهم كبير باه مشينا مليح في المستثمرات تاعنا، والحمد لله وان شاء الله نكونوا في الموعد فتح المحلات اللي قلنا نقطه النقاط البيع في بعض جميع الولايات باه نقربوا مليح للمستهلك. بارك الله فيكم وشكرا. السيد مراد الرحماني صاحب مؤسسه لانتاج كتاكيت الدجاج، نشكرك على كل هذه التفاصيل وعلى